رحل عن عالمنا في الساعات الماضية من صباح اليوم الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 سنة، وبيظل الفنان علامة أصيلة في تاريخ الفن المصري. وكان آخر ظهور للفنان الكبير حسن يوسف في ندوة تكريمية، واللي أقيمت في قصر السينما بمنطقة جاردن سيتي، وظهر الفنان متكئا على عكاز. وكان في استقباله الفنان تامر عبد المنعم، واللي كان بيشغل منصب في هيئة قصور الثقافة في ذلك الوقت. وكان متواجد معاه الفنان الشاب عمر نجل الفنان حسن يوسف. كما كان آخر ظهور للفنان مع أسرته من خلال احتفاله بعيد ميلاده، حيث احتفل الفنان الكبير حسن يوسف داخل منزله بعيد ميلاده بحضور زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي وعدد من أفراد عيلته، واللي حرصوا على مشاركته هذه المناسبة، حيث نشر الكاتب محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف صور من عيد ميلاد الأخير. الصور اللي ظهرت فيها شمس البارودي وهي تطفئ شمعة جديدة في عيد ميلاد زوجها، وكتب شقيقه على الصورة معلقا: الشباب شباب القلب. حضرت اليوم فطار مع الأسرة الكبيرة في منزل الشقيق الأكبر الفنان الرائع حسن يوسف، وكان بيوافق عيد ميلاده 89، ولا يزال يتمتع بخفة الظل. ربنا يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية.